أحسن الله إليكم. هذا السائل عمار يقول: من به سلس البول هل يتوضأ لكل صلاة، علما بأنه ينقطع بعد التبول نهائيا بعد نصف ساعة، وكيف يتعامل مع الصلاة؟ إذا كان خروج البول مستمرا معه فهذا حدثه دائم، فيستنجي ويعمل شيئا يمنع تسرب البول ثم يتوضأ ويصلي في الحال ولو خرج منه بول أثناء الصلاة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان تسرب البول أو خروج البول ليس دائما إنما هو في فترات، فإنه يصلي في الفترة، توضأ ويصلي في الفترة التي توقف فيها البول. نعم.